أفادت القناة الإسرائيلية 13 بأن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو سيجري مشاورات أمنية اليوم في تل أبيب بمشاركة قادة الأجهزة الأمنية وعدد من الوزراء. تأتي المشاورات الأمنية التي سيعقدها نتنياهو عقب إعلان الاحتلال الإسرائيلي عن اغتيال زعيم حركة حماس يحيى السنوار، والذي تتهمه إسرائيل بهندسة هجوم السابع من أكتوبر العام الماضي. وقررت القيادة العسكرية الإسرائيلية استدعاء فرقة احتياط إضافية لتنفيذ مهام في الجبهة الشمالية، وذلك وفقا لتقييم الأوضاع الميدانية، حيث أكد المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أن هذه الخطوة تأتي ضمن الجهود المستمرة في مواجهة حزب الله اللبناني. من القدس تنضم إلينا مراسلة المملكة ليالي عيد، أهلا ومرحبا بك معنا ليالي. تطورات كثيرة فيما يتعلق بإنعكاس ما يحدث في غزة وتحديدا اغتيال السنوار على الداخل الإسرائيلي، ولكن دعيني أبدأ معك باستدعاء القوات الاحتياط والحديث عن تعزيزات عسكرية أكثر من الجانب الإسرائيلي. في أي سياقات يتم تناول هذا التطور تحديدا على مستوى الإعلام وأيضا على المستوى السياسي؟ نعم بالفعل عبد الله، قبل قليل تم الحديث عن استدعاء لواء احتياط لجبهة الشمال على ما يبدو أن هناك تطورات جديدة في الأوضاع هناك. ما رشح منها هو ما نقل من جيش الاحتلال عن إصابة 5 جنود، 4 إصابات منها وصفت بالخطيرة، وكان هناك أيضا لمشفى رمبم في حيفا تصريح آخر يتعلق بذات السياق بأنه منذ الأربعاء الماضي وحتى اليوم تم استقبال 12 جنديا كانوا مصابين بجروح وصفت بالخطيرة، وأعلن عن مقتل 2 منهم. إذا نتحدث عن معارك على ما يبدو ضارية عند الجبهة الشمالية، ولو أن هذه الجبهة منذ بداية الاجتياح البري الذي وصف حينها بالمحدود تعتيم كبير عليها، فقط يتم الإعلان بين الفينة والأخرى عن بيانات رسمية من قبل جيش الاحتلال حول إن كان بالفعل تم الوصول إلى ما يوصف بفتحات أنفاق أو تدمير بنى تحتية أو ما إلى ذلك، ولكن بالإطار العام لا يتم الحديث عن الكثير حول هذه الجبهة، بالإضافة لتبادل إطلاق الرشقات الصاروخية من الأراضي اللبنانية باتجاه المناطق الشمالية والغارات التي كنا نرصدها في أوقات سابقة من قبل الاحتلال. طيب الآن انعكاس ما حدث والتطورات في قطاع غزة، دعيني أبدأ معك بغزة وسنأتي إلى الجبهة الشمالية مع لبنان، ولكن الآن كيف يمكن الحديث عن السياقات فيما يتعلق بهذا الإطار تحديدا؟ الآن أنباء تتحدث نقلا عن بعض المسؤولين الإسرائيليين بأن نتنياهو سيعقد اجتماعا لمناقشة موضوع الصفقة، وكيف قرأت الجانب الإسرائيلي تصريحات خليل الحية في إطار وقف إطلاق النار وأيضا إتمام الصفقة؟ نعم بالفعل عبد الله، منذ ساعات الصباح وحتى هذه اللحظة المشاورات الأمنية منعقدة في الكرياف في تل أبيب. نتحدث عن مشاورات ما بين نتنياهو وزير جيش الاحتلال يوآف جالانت وعدد قليل من الوزراء من الحكومة الائتلافية. يتم مناقشة 3 ملفات في هذه المشاورات الأمنية. الملف الأول هو ملف الرد الإسرائيلي على الهجوم الإيراني، الملف الثاني هو ملف الجبهة الشمالية، والملف الثالث والذي يركز عليه بشكل كبير حتى في وسائل الإعلام الإسرائيلية هو ملف المحتجزين. الاستخبارات الأمنية حذرت المستوى السياسي اليوم بأن يجب الذهاب إلى صفقة بعد استشهاد السنوار، صفقة وصفت بالعاجلة تخوفا من تكرار سيناريو ما وصفوه بعشرات رون أراد. إن استذكرنا هو الطيار الإسرائيلي الذي فقد منذ عام 86 في
الجنوب اللبناني، وحتى اللحظة مجهول مصير هذا الجندي الإسرائيلي. والتحذيرات تأتي في هذا الإطار تخوفا من أيضا أن يصبح ملف المحتجزين ملفا مفتوحا دون صفقة تبادل ودون معرفة مصير هؤلاء الإسرائيليين 101، عددهم بالإحصائية الأخيرة 101. فيما يتعلق أيضا بإعلان حركة حماس رسميا عن استشهاد السنوار، هذا أيضا يأخذ مساحة أخرى في وسائل الإعلام الإسرائيلية. منذ ساعات الصباح الباكر يتم التوقع في الاستوديوهات التحليل من سيكون بعد السنوار بما يتعلق باستلام المكتب السياسي لحركة حماس، الجناح العسكري، ملف المفاوضات. الأسماء التي طرحت بداية منذ صباح اليوم وحتى العصر هي ثلاث أسماء، حسب ما ذكر موقع والله العبري مثلا بأن الاحتمال الأول هو شقيق يحيى السنوار، محمد السنوار، الذي يعتبر رئيس ركن في الكتائب العسكرية وهو اليد اليمنى للقائد العسكري محمد الضيف والمستشار الأول ليحيى السنوار، ويوصف في الاستخبارات الإسرائيلية بأنه هو الأشد حنكة سياسيا حتى مقارنة بالسنوار هو الأكثر حنكة. الاسم الثاني الذي أيضا طرح هو محمد شبانة الملقب بأبا أنس، وهو رئيس لواء رفح منذ بداية هذه الحرب، اغتيل نجله الأكبر خلال غارات إسرائيلية، ورصدت إسرائيل أيضا مكافأة مالية ضخمة لمن يدلي بأي معلومات عنه. والاسم الأخير هو عز الدين الحداد الملقب بأبو صهيب، هو رئيس أركان أو رئيس لواء غزة في قطاع غزة، وأيضا يوصف بأنه الأقدم في الجناح العسكري والأكثر خبرة ومطلوبا أيضا لإسرائيل. أما بعد كلمة خليل الحية، الآن التقديرات اختلفت قليلا، ترى استوديوهات التحليل أنه ربما الأكثر احتمالية هو أن يكون محمد السنوار من يترأس الجناح العسكري، وخليل الحية هو من يترأس المستوى السياسي، وهذا أيضا يقلق الجانب الإسرائيلي من أن ربما ستصبح أيضا المفاوضات أكثر تعقيدا في إطار صفقة التبادل التي بات الإعلام الإسرائيلي ينتقد المستوى السياسي. يقولون تم استشهد السنوار في اشتباك، ويعتبر حتى في مشهد استشهاده منتصرا، ينتقدون بشكل كبير حتى أنه استشهد مشتبكا حتى اللحظة الأخيرة، ويرون أن هذه الصورة ستبقى لأجيال قادمة بذاكرة الفلسطينيين، وبالتالي لم يحقق المستوى السياسي انتصارا كبيرا فيما يتعلق بالسنوات المقبلة، ليس في اللحظة الحالية. ولكن يقولون إلى أين يعني ستتجه هذه الحرب؟ هل ستفتح أو سيفتح المستوى السياسي جبهات أخرى ودون حسم ملف المحتجزين، أم سيكون هناك بعد هذه المشاورات المنعقدة منذ الصباح وحتى اللحظة هل يكون هناك أي نتائج تسرب لوسائل الإعلام؟ نحن نتحدث عن قلة بالتسريبات، ونلاحظ ذلك في إسرائيل الرسمية لسببين عبد الله. الأول هو الحالة الضبابية بعد استشهاد السنوار، والثاني هو الأعياد اليهودية المستمرة حتى نهاية الأسبوع المقبل، وهذا بالتأكيد يشكل عرقلة لتسريب التصريحات من المستوى السياسي. شكرا لك على كل هذه التفاصيل، مراسلة المملكة من القدس ليالي عيد. وفي الضفة الغربية، قالت لجنة تحقيق دولية مستقلة أن جميع الدول والمنظمات الدولية بما فيها الأمم المتحدة ملزمة بإنهاء الوجود الإسرائيلي غير القانوني في الأرض الفلسطينية المحتلة. وأوضحت اللجنة أن الرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية بشأن الآثار القانونية للسياسات والممارسات الإسرائيلية في الأرض الفلسطينية المحتلة يفيد بأن وجود إسرائيل هناك يتعارض مع القانون الدولي. وفي السياق، ندد مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية باستخدام إسرائيل لما وصفها بأساليب تشبه الحرب ضد الفلسطينيين في الضفة الغربية المحتلة، ما يثير مخاوف بالغة بشأن الاستخدام المفرط للقوة ويفاقم الاحتياجات الإنسانية للناس.
مستمرون في هذه الساعة الإخبارية وتتابعون فيها أيضا. في كلمة مشتركة له مع ميلوني، ميقاتي يؤكد أن لبنان يدفع ثمن صراعات خارجية ويدعو العالم لدعم سيادة بلاده ووقف الحرب عليها. من جديد أهلا بكم. أفادت القناة الإسرائيلية 13 بأن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو سيجري مشاورات أمنية اليوم في تل أبيب بمشاركة قادة الأجهزة الأمنية وعدد من الوزراء. تأتي المشاورات الأمنية التي سيعقدها نتنياهو عقب إعلان الاحتلال الإسرائيلي عن اغتيال زعيم حركة حماس يحيى السنوار، والذي تتهمه إسرائيل بهندسة هجوم 7 أكتوبر العام الماضي. وقررت القيادة العسكرية الإسرائيلية استدعاء فرقة احتياط إضافية لتنفيذ مهام في الجبهة الشمالية، وذلك وفقا لتقييم الأوضاع الميدانية، حيث أكد المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي بأن هذه الخطوة تأتي ضمن الجهود المستمرة في مواجهة حزب الله اللبناني. من الناصرة أرحب بالمختص بالشؤون الإسرائيلية الدكتور سهيل دياب. أهلا ومرحبا بك معنا دكتور سهيل. كيف يمكن الحديث الآن عن الانقسام إن كان موجودا فعليا بحسب ما تروج إليه بعض وسائل الإعلام في الداخل الإسرائيلي فيما يتعلق بتعدد الجبهات، على الرغم من محاولة الحديث عن انتصار باغتيال السنوار؟ الآن الخطوة القادمة للحكومة الإسرائيلية في أي اتجاه ستذهب بحسب السيناريوهات الموجودة على الأرض؟ نعم دكتور سهيل، تحياتي، الآن أسمعك. نعم طيب، الآن سأطرح السؤال عليك. الآن كيف يمكن الحديث عن الانقسام أو ما تروج وتتحدث عنه بعض الوسائل الإعلام الإسرائيلية سواء في الداخل أو الخارج فيما يتعلق بفتح الجبهات المتعددة، على الرغم من محاولة الحديث عن انتصار فيما يتعلق باغتيال السنوار في الأيام الماضية، وبالتالي الآن المقاربة لحكومة نتنياهو في المرحلة القادمة والسيناريو والخطوة القادمة إلى أين ستتجه؟ يعني دعني أقول أنه تسارعت التصريحات في الساعة الأخيرة من المصادر الإسرائيلية تقول أن يعني مقتل السنوار لن ينهي الحرب في غزة، وأن هنالك ما زالت حماس لديها القوة لمواصلة الحرب، فلذلك هنالك مهمات إضافية. هذا يعني أن يعني برأيي أن هنالك رأيان في داخل النخب الإسرائيلية، رأي يريد أن يواصل الحرب وعلى رأسهم نتنياهو وحكومته اليمينية، والطرف الآخر الجانب العسكري والأمني الذي يرى أنه من الضرورة على الأقل إنهاء الأعمال العسكرية في قطاع غزة والتفرغ في الشمال مع حزب الله في لبنان. فلذلك وحتى أن الصحف الإسرائيلية صباح اليوم وعدد من المؤثرين بدأوا يتحدثوا على أن النقاش عاد إلى ما كان عليه يعني قبل فترة طويلة بهذا الانقسام. الطرف يقول أنه آن الأوان للذهاب إلى صفقة تبادل وإنهاء هذا الملف، وعاد النقاش ليحتدم بداخل المجتمع الإسرائيلي. والآن أيضا صدر بيانا بأن نتنياهو سيقيم تشاورات سريعة بهذا الخصوص في هذه الساعات حول توجهه نحو قضية الرهان الإسرائيليين في قطاع غزة وكيف سيتصرف بذلك. برأيي كيف سيتصرف؟ برأيي سيذهب إلى الربط ما بين صفقة تبادل الأسرى ومع غزة في اليوم الثاني، بما معناه أنه لن يعود إلى النقاط التي كانت عليها في السابق كما طرح في 5-5 من قبل المصريين والوسطاء، وليس ب 2-7 كما في مسار بايدن، وإنما سيضيف أمورا إضافية متعلقة
بمستقبل قطاع غزة، ويريد أن يشترط بأي صفقة في قطاع غزة مرتبطة ماذا سيكون في غزة في اليوم الثاني، ومن سيدير شؤون غزة في اليوم الثاني. وهنا توجد اقتراحات مختلفة في الداخل الإسرائيلي. هل تعتقد بأن هذا الربط الذي يحاول نتنياهو الترويج له فيما يتعلق بإنهاء الحرب مع الحديث عن اليوم التالي لغزة هو فقط لعرقلة وصول إلى اتفاق، أم أنه فعليا سيعتقد بأن هناك قبول على هذا الأمر؟ برأيي أنه يريد أن يعني من ناحية هو لا يستطيع أن يقول أن ما زالت الأمور عالقة وعلينا مواصلة العمليات العسكرية وما إلى ذلك بعد مقتل السنوار. هو يريد أن يظهر من ناحية قبولا أوليا بالتوجه نحو إيجاد حل قضية الأسرى الإسرائيليين، لأن صوت أهالي الأسرى ارتفع كثيرا أمس واليوم، أصوات الصحافي والمؤثرين في إسرائيل ارتفعت كثيرا، يطالبون نتنياهو أنه آن الأوان وهذا هو الوقت المناسب للعودة إلى صفقة تبادل الأسرى. فلذلك هو من ناحية يريد أن يعني يبرد هذا الجانب، ولكن من ناحية ثانية برأيي أنه لن يقوم بأي خطوة قبل الانتخابات الأمريكية بعد 19 يوم. طيب الآن على الجبهة الشمالية، هل تعتقد بأنه سيكون هناك تحركات مغايرة، وهل سيكون اغتيال السنوار نقطة تحول فعليا في منطقة الشرق الأوسط سواء على مستويات إنهاء الحرب أو على مستويات أوسع من ذلك؟ برأيي أن يعني نحن في حالة مفصلية، يعني دعني أقول بجانبين متناقضين. من ناحية واحدة مقتل السنوار هو خسارة كبيرة للجبهة في قطاع غزة، رغم هذا أن يعني حماس يعني تستطيع أن تستعيد يعني إمكانياتها وتحتاج إلى فترة معينة، ولكن على الجبهة الشمالية هنالك انقلاب من الطرف الآخر، بما معنى أن إسرائيل تتكبد خسائر يعني كبيرة، أكثر من 3 أسابيع لا تستطيع أن تتقدم بالناحية البرية، الصواريخ تسقط في كل مكان، الشعور الأمن الجمعي في المجتمع الإسرائيلي باتت يعني أمرا يعني مطروحا على الطاولة الإعلامية والطاولة الضغوطات على هذه الحكومة. فلذلك نحن في وفي طرف ثالث، ماذا مع الضربة الإسرائيلية على إيران؟ وبرأيي أن هنا يكمن الكثير من المؤشرات لكيفية تطور الأمور في المنطقة. هل تذهب إسرائيل إلى استفزاز لإيران بضربة كبيرة تؤدي إلى أن تشتعل الأمور في الشرق الأوسط وتبدأ العمليات من جديد، وحرب استنزاف طويلة وطويلة جدا يعني ستكون دموية و يعني قاسية على الجميع بما في ذلك على المصالح الأمريكية والمصالح الإسرائيلية، وهذا ما لا تريده الولايات المتحدة الأمريكية. فلذلك علينا يعني كثير من الأمور يعتمد بالأساس على كيف ستتصرف إسرائيل في الضربة على إيران. أشكرك على كل هذه التفاصيل وعلى هذه المشاركة من الناصرة المختص بشؤون الإسرائيلية الدكتور سهيل دياب.